أهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدينا، مرحبا بكل جاليتنا خارج حدود أرض الوطن، مرحبا بكم معنا برنامجكم أهلا تونس، موعد آخر يجمعنا بكم ساعة زمنية باش نقضيوها مع بعضنا، وهذه آخر عدد في شهر رمضان، دايم ربي الأيام تجري وإن شاء الله قريب العيد. اليوم باش نواصلوا حديثنا على جاليتنا، وكي لاحظتوا من الأسابيع الفارتة كنا حكينا على أجاكسيو من خلال زيارتنا للمدينة هذه وللجزيرة، وكذلك حكينا على بالاخص العديد من المشاكل اللي يعانيوها في المنطقه هذه جاليتنا. واليوم شكون حاضره معنا؟ مدام سلمى بكار، وباش نحكيوا على مهرجان السينما المغاربيه وهي كانت مشاركه فيه باجاكسيو، كذلك باش نواصلوا حديثنا على الحفلات في تونس ومهرجان المدينه اللي قريب يختتم، وباش يكون حاضر معنا سي زبير لاصرم مدير المهرجان، وباش يحكي لنا باش عملوا حوصله على المهرجان والحفلات اللي قاعد هذا من المهرجان، وكذلك باش نقوموا نحكيوا اكثر يمكن تفاصيل على العروض اللي وقع التفاعل معها خلال المهرجان. باش نمشيو مباشره الفقره مصوره، باش نمشيو الايام سينما المغاربيه باجاكسيو، ثم ننطلق في استقبال ضيوفنا. À Ajaccio, il y a une habitude de cinéma d'origine étrangère. Il y a un festival italien, un festival espagnol, un festival anglais, un festival russe, et depuis la deuxième année, un festival de cinéma du Maghreb. Alors je crois que c'est important parce qu'il faut rappeler que la Corse est au milieu de la Méditerranée. Donc je crois qu'il faut que beaucoup de gens en Corse se rappellent notre ancrage méditerranéen. En plus, je pense qu'il faut aussi rappeler qu'il y a une histoire entre l'Afrique du Nord et la Corse. Bon, une histoire qui peut être douloureuse, c'est l'histoire de la colonisation, mais il y a énormément de Corses qui ont vécu en Afrique du Nord, que ce soit en Tunisie, en Algérie ou au Maroc. Moi, j'ai un oncle qui est né à Tunis, j'ai des amis qui sont nés au Maroc, en Algérie, tout ça. Et donc, il y a eu des liens extrêmement forts. Et je pense que l'occasion du Festival des cinémas du Maghreb, c'est peut-être aussi de rappeler qu'il y a des pages communes, des pages d'histoire communes entre les Corses et les habitants d'Afrique du Nord, qu'ils soient arabes ou berbères. Surtout à terme de la APTC, la aussi, le Corse. مع الأصدقاء معهم، فهمتني، هل دوزيام فيستيفال نتاع السينما، فهمتني، اللي قدموه الجمعة هذه حاجة يعني خارق للعادة، فهمتني، ومام تو توري كونها ثم كمان تبادل ما بين الشعوب وكل صوت، فهمتني، حوار ثقافي بيناتهم، حوار ثقافي، وسرتو هي الغاية كما شفت الفيلم البارح، يعني عنده غاية، هو يحب يوري، فهمتني، لكون الشبيب راهم غالطين، هو اكل الاتجاه، فهمتني، نتاع الجهات نتاع الحرقه وغيره والارهاب، الحرقه والواحد راهو غالطين ياسر، فهمتني، وسرتو اللي شرفنا نحن هو نحبوا نوروا وجه تونس. انا فرحانه بزاف قاش ما عنديش بزاف ليزيكسبيرونس مع الافلام ديال الافلام التونسي، وغدا كان واحد الفيلم كبير من تونس. سي اون غراند اوكازيون، حقاش ما عنديش بزاف الوقت انا باش نتفرج بزاف في الدار الفيلم تاع هذيك كاع لي شان دو تيليفزيون، باش نتفرج لي شان ماروكان الجيريان ولا تونيزيان، مي الوقت اللي ما كانش. دونك لي فيستيفال سي بور موا اون اوكازيون. كاين بزاف افلام جايين من تونس، دو تري بون رياليزاتور تونيزيان اي تونيزيان. الفيلم ديالي سميه محمد، دابا سي اون كوميدي سوسيال. بغيت نهضر كيفاش في فرنسا السميه محمد ماشي سميه مزيانه. ان فيت ملي كنت صغيره كانوا يضحكوا على خويا حقاش سميتو محمد، وكانوا يغنوا لنا واحد موسيقى في المدرسه، وكانوا يعيروا هذيك السميه محمد، وسميه محمد هي السميه ديال البروفيت. دونك بغيت زعما نوري لو فيفر انسومبل و
التسامع التوليرانس ولا حقاش افيك لي افيك لي برينون يا دي ديسكريميناسيون. سميتك هنا احنا عايشين في فرنسا زايدنا في فرنسا سميتك كارولين ولا سميتك بولين ولا سميتك بول ماشي بحال محمد ولا مليكة. في لا كلاس وفي المدرسه بكري دو لي زاني 80 كانت واعره دابا ولات مي دون لي زاني 80 كانت واعره بزاف. انا دابا فرحانه بزاف ملي كنمشي في هذاك لي فيستيفال. انا جايه من كان باغ اكزومبل كنت في كان دو جو الفستيفال دو كان كبير بزاف ما غاديش تلاقى مع لي غاليزاتور ولا مع لي كوميديان ولا كاين على لي سواري. انا شفت انا في كان تاع لي سواري سي با لو روج ولا سواري تابي روج ولا كيفاش تلبسي لي روب لي طالون لي سواري كاع سي فريمون لو تاب ا لوي. مي لي بوتي فيستيفال انا ملي كنمشي لي بوتي فيستيفال كنفرح بزاف وكنمشي ليهم. علاش؟ حقاش جو سي كو جو في رونكونتري دوطخ غاليزاتور جو في رونكونتري دي كوميديان نقدر نهضر مع لو بوبليك على الفيلم ديالي. سي سا كي مانتيريس. انا في ما ديمارش تاع لي فيستيفال فريمون كونتانت اليوم. علاش؟ انا مانجي ا ميدي كنا مجموعين والماكله كانت تونسيه ومغربيه وجزائريه. بالماكله تجمعنا بالفيلم نقدروا نتجمعوا بالماكله نقدروا نتجمعوا دون لا في كاع نقدروا نتجمعوا سي با كو عارف الفيلم ولا مي هاد الفيستيفال دو ماك كي ريوني لي فيلم تاع الجزائر المغرب لا تونيزي بيرميت فريمون دو ريونير لي فيلم سينيماتوغرافيك اي اوسي دو نو رانكونتري انتر نو بوركوا با بور ديفونتويل كولابوراسيون ان شاء الله. إذن روبورتاج حول السينما المغاربية بأجاكسيو. حبيت نرحب بضيفتي قبل كل شيء السينمائية والنائبة السابقة بمجلس التأسيسي مدام سلمى بكار. مرحبا بك. عايشك يعطيكم الصحة اللي استدعيتوني. عايشك مرحبا بك. انت تونا لي تقريبا أكثر من 3 أسابيع ملي روحت من أجاكسيو. معناتها أما قعد يسر في الذاكرة رجعت برشا بنوستالجي وبرشا حاجات حاجة حلوة برشا من أجاكسيو مع جاليتنا. خلينا ساعة قبل نبداو بالمهرجان مهرجان مغاربي دونك كيفاش كانت المشاركه وحكينا شويه على طابع المهرجان كيفاش. شو انا الحقيقه تاع ربي كلمه مهرجان كبيره برشا على الظاهره هذه. اولا زعما ما فماش لا مسابقه لا حتى شيء وانا نحب ياسر اللقاءات اللي ما فيهمش مسابقه خاطر المسابقه تغلط شوي يوليو العباد كل واحد باش تنجح وماكس يولي يخمم في المسابقه هذه السينما للسينما الساعه. اما اللي لفت نظري واللي عجبني اكثر واللي حسيت به معناتها عاطفيا هي من شيره التواضع نتاع التظاهره. اما قديش العباد اللي قايمين بهالتظاهره قديش حاطين قلايبهم كما احنا نقولوا باش تنجح وقديش فما برشا شالور معناتها وصدق دفء وصدق على خاطر بخصوصك من عرفش حسيتها بالنسبه ليا انا مش انا كشخص انا كيني جزء من تونس مشيت لهم غاديكا كانوا عندهم هكا فخر كبير وانهم يهزوني من البقعه لبقعه ويقدموا لي في العباد وفي الفرنسي هذه عندنا مدام سلمى بكار مخرجه كبيره ووقت الديبا ولا حاجه هكا نتكلم بالفرنسويه وجابوا لي التلفزه لا تي في 3 وكل معناتها يبداوا فخورين كيفاش مراه تونسيه وفي عمري انا وهما فخورين بها جيتهم حتى الغادي يقولوا لي الكلهم حتى اللي ما نعرفهمش حتى اللي ما همش في التنظيم ساعه هذه احلى حاجه وقت خلطت للمطار بعدك الثمانية سوايع اللي عديتهم نستنى في مطار مرسيليا الحقيقه عييت وتغششت قلت فما تي خطوه هي جاكس وعلى تونس علاش تونسير ماهيش عملت لنا ان فول ديريكت نقعد نستنى 8 سوايع باش ناخذ ساعه غير. اما انا نخلط للمطار تاع جاكس وتلقى 15 تونسي وتونسيه بالنوار وكل شيء معناتها فريمون كانك انت مشيت ضيفه عندهم ولا حاجه مبجله. وهذا نفس الانطباع اللي رجع به فريق البرنامج رضا معيرج وفريق البرنامج شو يصوروا معناتها بالحق فرحه كبيره بتوانسه ويقولوا لي يمكن اول مره فريق تلفزي يمشي يصور في اجاكسيو. اما هون نقطه الاستفهام علاش هل معناتها فما برشا مشاكل يعانيوا منها وفما خليني نقول الكلمه كوش عليه التناسي للتوانسه
اللي عايشين غادي رغم اللي هما 12,000 تقريبا 12,800 وناس معناتها توانسه وليهم برشا راهو عايشين غادي برشا منهم ليهم 40 سنه و30 سنه معناتها ما فماش مكان وين يجتمعوا فيه ذولي الجمعيه هذه الجمعيه هي اللي مسخره المكان دونك واحد يتسائل علاش ما يكونش فما احنا قداش من مره ديجا جبدناه الموضوع هذا لانه مش نحكيو على اجاكسيو بركه لكن فما حتى بلايص اخرين علاش ما يكونش الاهتمام فوالا الاهتمام بهم اكثر اما سورتو الكوكس تحسها اكثر خاطر هي جزيره وتحس كاينهم معناتها مقسومين على بقيه العالم وعلى تونس خاطر هما خطوتين على نيس وخطوتين على ما قلت لك ما بين مرسيليا واجاكسيو 45 دقيقه معناتها بالطياره وتقول علاش معناتها الناس هذوما يقعدوا ما يروحوش لتونس ساعه لوغك ماذا بيهم هما كان جات فما طياره يقولوا لي حتى مره في الاسبوع ولا بابور مره في الاسبوع نلموا بعضنا خاطر هو المعلومه ياسر تتعدى في ساعه عندهم انا ريتهم كيفاش يكلموا بعضهم بالتليفون هاو فلين جي هاو درا شنو احلى حاجه يكلموا بعضهم عندهم قائمه هكا زي بدينها يقولوا البرودوي هذا ما تشريهش راهو جاي من اسرائيل درا شنو وهذايا راهو جاي من تونس والاخر جاي من المغرب معناتها كل شيء ما عندهم تواصل حلو ما بين بعضهم على خاطر مبني على برشا عندهم لحمه ما بين بعضهم خاطر كيما كل عبدك المنسي هما خلقوا هكا التضامن لحمة مع بعضهم والتواصل مع تونس يمكن المهرجان هذا هو في اطار التواصل ان شاء الله معناتها بمجهود خاص هو عملوه قلت لي انت في بدايته لكن في كل الاحوال فيه فكره وينجم يتطور معناتها احكي لنا شويه على المهرجان وكيفاش كان كيفاش كانت مشاركتك انت بفيلم الجايده انا عديت فيلم فيلم الجايده بيان سور جاو اكثر توينسا اكثر من اما جاو برشا زاده فرنسيسه قال لي احبابهم واصحابهم وكل واحد يقول له يجي شوف الفيلم هذا ياخذ فيلم تونسي سمعت زاده اللي تعدى شريط طويل نتاع مرحوم صديقنا طيب الحيشي عملوا له تكريم عملوا اللامركزيه على خاطر ما عداوش الافلام الكل في اجاكسيو، عداوهم في بقايا اخرين صغار خارج اجاكسيو، مشاو حتى الباستيا، وهذه حاجه باهيه برشا، عداو اشهر تقصار، عداو شريط اخر تونسي الحقيقه ما نعرفش المخرج نتاعو خاطر عايش في فرنسا، ولكن زاد هو يحكي على الجاليه التونسيه اللي عايشه في فرنسا، معناتها واللي داير حول السينما وكل خاطر كل ما يقدموا شريط تونسي يعملوا حلويات توانسه وتي تونسي العشيه والناس الكل تبدا ملمومه حتى في الاول قبل ما يبدا شريط وقبل الحكايات الكل الا على تونس, وعلى التوريزم في تونس وعلى الشطوط نتاع تونس محلاهم معناتها قاعدين يخدموا في خدمه نتاع القليله ثلاثه وزارات وزاره الثقافه والتوريزم والخارجيه نرجع باش نواصلوا ما عندي مكالمه هاتفيه خلينا ناخذها وفي اطار الاحتفالات والتظاهرات الثقافيه المره معنا السي توفيق الحسناوي رئيس جمعيه الوحده من اجل تونس باش نحكيو على ايام السياحيه والثقافيه والاقتصاديه بغرنوبل الو وي الو مرحبا بك سي توفيق عسلامه يعيشك شنو الاحوال لاباس عايش صباح شو جو رمضان عندكم في غرنوبل شو احوال جاليتنا ولا كالعادة جو رمضان كما تعرفون كالعادة جالة تتلم سواء في إطار عائلة ولا في إطار جمعياتي ولا في إطار معنا طلابي يتلموا كالعادة جو رمضان جو تونسي خاص والاستعدادات بالطبيعة باش نلموا شمل في عيد الفطر كالعادة وخاصة الزيارات الثقافية حكيت عليها أنت معناها على قدم الوثائق نحضروا فيها كالعادة كما تعرفنا أخت يوسف كما تعرفنا فوالا مواصلين إن شاء الله وإن شاء الله ديما هكا مواصلين في نشاطكم دونك الأيام السياحية والثقافية والاقتصادية وقتاش السنة منين الموعد؟ هذه الدورة هذه باش تكون الدورة الرابعة نتاع أيام تونس الثقافية والسياحية والاقتصادية بغرنوبل، الدورة الرابعة بالطبيعة بشراكة المؤسسات الوطنية نحكيو عليهم بالطبيعة هذه حاجة طبيعية، وباش تكون يوم 21 22 23 جوان، اخترناها جوست بعد العيد باش تكون معناها مناسبة في الأمان الشامل وخاصة باش يكون معناها حفل الاختتام تاع الدورة هذه مع الفنان التونسي نور شيبة باش تكون حفلة العيد باش نلموا فيها معناها أكثر عدد من التوانسة كل حاجة المهم هو أخت يسر التظاهرة هذه توا نحن نعيشوا معناها في ظروف صعبة هي الأمان التوانسة وترويج لصورة تونس
من ناحيه ثقافيه الاقتصاديه والسياحيه خاصه ترويج الصور تونس هنا في الخارج، وسورتو عندنا مشكل كبير هو الامان الجالي اللي عندنا. البارح تلمينا في دار تونس يقولون مع السيد وزير الشؤون الاجتماعيه محمد طرابلسي، مع السيد سامي بغيص رئيس المدير العام دول تونسي بالخارج، تلمينا حكينا ثم عزوف معنا شبابنا على مرواح لتونس، نحاول باش نلموهم، نحاول باش نرجعوا الشحنه هذه نتاع الشباب باش يروحوا لتونس ويلموه. هذا سي توفيق ابو خليف، الحفل نتاع نور شيبه شنو باش يكون البروغرام نتاع الايام؟ وبحذايا مدام سلمى بكار وهوني نسالك، فمش شفتها اوكي، فمش سينما موجوده ولا لا؟ والله فرصه، بارك الله فيك، بارك الله فيك، حليت الباب من ناحيه وقت بكار غنيه على التعريف. اذا كان نحن عملنا مع فنان تونسي في الدوره الثانيه، اذا هل حابين نعملوا عرض سينمائي عملنا، ما كانش معنا حاجه كبيره ياسر، ماذا بينا نحن نعرجوا على السينما التونسيه، علاش لا نستغل فرصه وقت سلمى بكار نستدعاها للدوره القادمه والتنسيق معها، علاش لا كان نجموا نعملوا ايام سينمائيه. البرنامج كان عندنا معنا حطيناه معنا في مخنا شويه، واذا كنا نلقاو معنا شخصيا. سلمى هاي معاك سي توفيق، هاي معاك على المباشر. انا باقي يا توفيق، انا باقي مستعده راهو كل ما حاجه تهم تونس والتوانسه في الخارج. دايوغ انا نهار 23 باش نكون في باريس في جان فيليي، فما جمعيه اخرى وانا فريمون نحب نشجعهم، ومعناتها رساله تكريم لهالجمعيات نتاع التوانسه في الخارج اللي هما قايمين بمجهود كبير باش يعطيوا احسن صوره لتونس وللثقافه التونسيه وللسياحه في تونس. سلمى نحب نقول لك مباشره على الهواء قدام بشهاده الاخت يسر الصحراوي انه ماذا بيا ان بيك انها 23 جوان، والفكره هذه باش نحققوها. انا ناكد اليوم ونجانونس اليوم معناها نصرح اني نبعثوا برنامج سينمائي في مدينه غرومل في نطاق المهرجان نتاعنا، وباش نتكلم صرف الاشراف في تونس اللي يعاونوا فينا ونبعثوا البرنامج هذا باش تكون الدوره الاولى مع كيدي كانت توافق. انا نوافق، اما مش السنين تحب خاطر توا لا نحكي الدوره القادمه. اي الدوره القادمه، خاطر يا توفيق ما خيرش من الواحد يحضر الحاجه بالكدا باش ما الدوره 2019 2019 انا على ذنب برنامج والاخت يوسف معنا ديما هي بحضرنا وديما هي تدز معنا ان شاء الله. اسمع مش لازم نعطي نمرو يا بتاع التليفون توا على المباشر، اما من بعد هكا كلم جماعه توا يعطيهم من بعد يدونسكم مع بعض. هي حلوه هكا الفكره جاي توا حلو، علاش ليه تتطور الفكره وتولي فما حاجه؟ وبالاخص توا كنت نحكي مع مدام سلمى، يعني نحس فما التوانسه اون جينيرال والفنانين بالاخص اللي كيتلاقاو بالجاليه يشوفوهم من زاويه اخرى ويشوفوهم بعين اخرى، ويمكن هذا احنا بيدنا في المباشر ولا في ضيوفنا ما نراوش الجوانب الخفيه اللي ينجم يعيشها التونسي بالخارج، والجانب الذاتي الشخصي اللي هذاك يمكن نجم يكون عليه حتى فيلم. هذا هو. انا اخت يوسف، انت معانا لك مده وانت معنا من الناس الكفازه تعرف التوانسة في الخارج بالكدا، عندنا طاقات هنا كبيرة ياسر في الخارج، طاقات معناها ثقافية، طاقات اقتصادية، طاقات معناها في الفن جامعية، عندنا شيء كبير اللي ماهوش معناها موظف كبير. مش لاقيين حظهم زي ذاك. مش لاقيين حظهم، الهدف نتاعنا هو اللي معناها التوانسة في الخارج هي معناها كما ديما نقول نعاودها عمود من الأعمدة نتاع الاقتصاد التونسي والثقافة التونسية وغيره، هذا اللي نحبوا نأكدوا عليه ونحبوا نوظفوه ونحبوا معناها نبرمجوه باش ديما يكونوا متواجدين. وبالمناسبة هذه يا أخت يوسف نحب نشكر كل حقته، قال كل المؤسسات الوطنيه ما نحكيش الخاصه، نحكي على المؤسسات الوطنيه كما الخطوط التونسيه، كما وزاره السياحه، كما دول التونسيين بالخارج، كما وزاره الثقافه، كما السيباكس، هذوما الناس معناها المؤسسات الوطنيه وقفت ووقفت ويعاونوا فينا، وماذا بينا نواصلوا في الطريقه هذه. ونشكر مدير فضاء تونس دار تونس في غرنوبل اللي عمل مجهود ونحب نشكروه. ولهذا اسمع راه ثم نواقص اختي يوسف، ثم نواقص، ثم مؤسسات ما كنت فما حاجه تبيع ما فيها باس شويه، لكن نحب نشوف اشترى الكاس الماء الكاس معبي وباش نقدموا وماناش واقفين. وايام تونس غرنوبل هذا معناها مهرجان معروف وباش يقعد موجود، حتى كان نخرج منه انا يقعد ديما موجود متواصل. شكرا لك سي توفيق، يعطيك الصحه على المداخله هذه. شكرا لك، يعطيك الصحه. عايشك بارك الله فيك. يعيشك. باهي مدام سلمى، خلينا نرجع شويه من غرنوبل نرجعوا لاجاكسيو. وبالطبيعه كنا المدينه جميله برشا، وتذكر شويه بتبرقه هكا المناخ نتاعها. هي تذكر بتبرقه وتذكر اكثر بالشمال التونسي الكل. انا تفاجات حبر ما هبطت من الطياره وماشيين لاجاكسيو، النبات تو سكي فيردور، الظلف الهندي والكالاتوس وكل تقولش عليك في شمال تونس معناتها.
قلنا المهرجان معناتها كيفاش تراه ينجم يتطور، معناتها بامكانيات خاصه، اما كان باش نوليو نحكيو على مهرجان مغاربي، شنو هو ينقصوا؟ هو المغاربي معناتها هذا يهم بيان سور ثلاثه بلدان نتاع المغرب، نحكيو بالنسبه لنا احنا التوانسه. قبل كل شيء لازم وزارتنا، وزاره الثقافه ساعه قبل كل شيء تهتم بها المهرجان هذا وتحط على ذمه المنظمين نتاعو معناتها تعاونهم، خاطر هما الحقيقه ما عندهمش تجربه كبيره في التنظيم الواحد، هما عاملين مجهود خاطر قبل كل شيء يحبوا يعرفوا بتونس وبالثقافة التونسية، أما ما عندهم حتى تجربة أولا، وما عندهمش إمكانيات، لازم الأفلام تخلط لهم، لازم كيف يطلبوا باش المخرجين يخلطوا الغاديكا، لازم من هنا يلقاو إمكانيات. أنا معناتها ساعات كي ريت الظروف اللي يخدموا فيها حشمت على روحي كيفاش استدعاوني، كيفاش خلصوا عليا تذكرة الطيارة، كيفاش سكنوني في أوتيل محلي، قلوبهم كبيرة معناتها، قلوبهم كبيرة حبوا يفرحوا، ولكن كان نحبوا نطوروا لازمنا نكونوا واعيين اللي هذا راي في مصلحة تونس، مش على خاطر هو مش متوجه للجالية برك، متوجه للفرنسيس اللي عايشين يعني هوني في الكورس، معناتها باش يعطي صورة على تونس. راهو عداو نص ساعة على هالمهرجان في التلفزه نتاعهم هما لاشين 3، نص ساعه وهما يوريو في صور من تونس لي زيكستريم تاع الافلام اللي تعداو، عداوني انا نتكلم عداو، معناتها هكا شفت المخرجه هذه كيما انتم عديتوا هنا ايكيب من التلفزه الفرنسيه تبع فينا في الثلاثه ولا الاربعه. البرنامج زاد قمنا بمجموعه من الروبورتاجات مع جاليتنا في اجاكسيو، وهوني يمكن نقطه هامه وقفت عليها، احنا نحكيو توا نقولوا بلادنا وصوره بلادنا لبرا تبدلت والارهاب وترا شنو بون هذا الكل، معناتها علاش ما نخدموش لانه التونسي المقيم بالخارج هو احسن سفير باش يعطي صوره على بلاده، صوره واقعيه باخلاقه بتصرفاته بكفاءته، دونك ما فماش علاش احيانا نحسوا كونه فما تركيز على اماكن معينه دون اماكن اخرى اللي نجم يكونوا فيها توانسه ينجموا ينوروا وبالحق معناتها يغيروا كومبليتمون الصوره القاتمه. على كل حال الصوره هذه انا تغيرت ياسر في فكري، خاطر كنت عن انت شنو مشيت بافكار المسابقه؟ انا مشيت بافكار مسابقه ساعه الافكار ما قبل الاستقلال، كنت ديما الكورس هكا في مخي، يمكن شويه صحيح هو في التاريخ اللي وقت اللي كان فما الاستعمار في تونس الاكثر الناس اللي كانوا صعاب اكثر معنا احنا يمكن كانوا الكورس، ومن بعد نسمعوا هاو الكورس هاو قتلوا فلان هاو ندير شنو، تخيل انا بشنابط نلقى معناتها فيلم اكل لي سيغي بي. هذه حاجه. الثاني حاجه وبكل صدق، قداش الجاليه نتاعنا غاديكا تفرق على البعض من الجاليات التونسيه اللي انا عرفتهم في فرنسا وكل، الناس ياسر دافين على طبيعتهم، ياسر ماخذين على السيره نتاع الناس، معناتها ايسون ادابتي، ما عندهمش هكاك قل تحيه، ما عندهم، اما يمكن فما مشكله هو في الشباب نتاعهم، في جينيراسيون جديده اللي هي مازالت ما لقاتش روحها غادي، وما تعرفش بالكدا ما تعرفش بالكدا بلادها، وما تعرفش بالكدا الثقافه، وما عندهاش ممكن اكل الفخر اللي عند الكبار. واضح علاش؟ على خاطر لو كان جا فما قنصليه ولا فما ديوان تونسيين بالخارج عامل دار كيما دار تونس، ولا كانوا مكان يتلموا فيه، فما انشطه، فما ناس تتلاقى تحكي على تونس، دونك بتيت بتيت تتكون كالصوره، تتبدل الافكار، يتبادلوا الافكار حتى من جيل لجيل، وهذه معناتها انا شفت الاولياء عندهم هالمشكله، يقول لي وليداتنا ما يعرفوش بلادنا، ما يعرفوش، خاطر الكبار الكبار عندهم صوره باهيه، هو كي خرجوا من تونس مشاو باش يلوجوا على ممكن ماديا حياه افضل، ولكن هما عندهم ارتباط فيه برشا فخر بالنسبه لتونس، فهمت؟ على هذا هما توا يلقى يعملوا
مشاهدين صحيح مشاهدين صحيح ويعملوا في هالتظاهرات الثقافية ويحبوا يعرفوا معناتها بالبلاد، ولكن ماذا بهم أولادهم يبدأ عندهم أكثر مناسبة باش يزوروا تونس وباش يمشيوا ويجيوا باش يجيوهم ناس من تونس يحكيوا معاهم يعملوا لهم دي كونفيرونس يعملوا لهم مسرحيات حاجات كيما هكا التواصل مع تونس الأنشطة تمشي لهم كيما تمشي لأي مكان لبرا معناتها وقت اللي هما ما وصلوش لهذا الحاجة حتى أقل حاجة باش واحد باش يطلع ورقة لازم يخلص 170 أورو تاش معناه 170 أورو 500,000 باش يمشي حتى الناس وقت اللي الجمعية بيتها حتى على ذمة أي واحد يجي من القنصلية باش يحب يخدم غاديك ينجم تحط على ذمته المقر كيف أنت تلقى المقر تبعث لهم عبد حتى مرة في الشهر مش حاجه كبيره راه مره في شهر تربي شهر يجي يهز الاوراق وشهر يعاود يرجعهم كل الاوراق مش برشا فيهم العباد هو ما بيان سور لازم الاهتمام ولفته معناتها في امس الحاجه هما ليها في الوقت الحالي به دونك مدام سلمى بخلاف المهرجان هذا شو فما جديد بعد الجيده شو فما جديد بالنسبه لمدام سلمى انا تو راني مازلت مازلت في الجيده تو رمضان والعيد سافر معاها بعد العيد سعفة مهل السفرة الباريز الجانفيليه زادة هي جمعية أخرى باش نقدم زادة الجيدة النساء المربيت في الساحل وفي صفاقس وأنا هذه حاجة تهمني برشا برشا وأنا عشتها بعد لجي سي سي التقديم الثاني لفيلم الجيدة كان في حبس منوبة وكانت تجربة ياسر ياسر حلوة توجع ولكن باهية في نفس الوقت النقاش بعد الفيلم خاطر مو تعرف الجيدة هو بيدو مكان مغلق على نساء فاقدين فيه الحرية متاعهم وتلقى نساء اخرين كل النقاش هذيك يخرج برشا برشا حاجات ويفرهد عليهم وعلي هذايا الكل وديما فما حاجات فما باش نمشي للبنان للغريس دونك قاعده نحاول نلقى شويه وقت باش نكتب المشروع الجاي فما مسحي. افكار على كل حال فما فكره فما قاعده اكثر من فكره فما ولا. اكثر من فكره ان شاء الله إذا هو شكرا لك مدام سلمى خلي كلمة الختام عندك شكون تحب تحيي وبالأخص يظن يا جماعة نتاع أجاكسيو أنا نحب نحيي ليلى وسي محمد جبيبلي والأصدقاء الكل اللي عرفتهم في أجاكسيو نحب مرة أخرى نشكرهم على كيفاش استقبلوني ما نحب نشكرهم الأكثر على المجهود اللي قاعدين يعملوا فيه باش يعطيوا أحسن صورة على بلادنا هذا هو شكرا لك مدام سلمى بكار يعطيك الصحة على وجودك بحضنا مواصلين توا مع ريبورتاج حول الاستثمار في مجال التعليم العالي L'ESCA a toujours eu l'objectif de se développer à l'international. Donc, ils ont ouvert il y a 10 ans un campus sur Budapest, puis ils ont poursuivi leur développement en s'orientant vers l'Asie et vers la Chine. Donc, ils ont ouvert un campus à Shanghai. Aujourd'hui, ils s'intéressent au continent africain et je vais vous dire directement, la plupart des écoles de commerce françaises vont directement vers le Maroc. تونس هي موقع استراتيجي للطلبة الأفارقة والمغاربة ربما وهذاك علاش ربما انتصبت في تونس. Moi je vais commencer par les étudiants tunisiens. La qualité des étudiants tunisiens est une très bonne qualité d'étudiants. La qualité des enseignants aussi. Donc c'est quelque chose qui est reconnu et c'est quelque chose que l'ESCA a reconnu à travers les étudiants qui vont étudier au sein de leur campus en France. Et aussi ils ont un bon nombre d'enseignants d'origine tunisienne au sein de leur faculté. Donc ils reconnaissent et ils connaissent la valeur académique tunisienne. Donc c'est ce qui les a intéressés. Il se trouve que justement le projet réellement a commencé à travers une étudiante, comme le disait monsieur l'ambassadeur tout à l'heure, c'est une étudiante de l'ESCA tunisienne qui a un petit peu été à l'origine de ce projet, qui a permis à l'ESCA de s'orienter vers... Pour le chien, l'étudiante. Non, c'est pas moi, c'est mademoiselle Chérine Zoueri, donc qui a orienté un petit peu ce projet et qui a fait qu'aujourd'hui...
grâce à Si Hafda Zouheri, l'école s'implante en Tunisie. Je pense qu'un diplôme de l'ESCA permettra à la fois des étudiants tunisiens de disposer d'un diplôme de qualité, mais pas seulement des étudiants tunisiens. Je pense que toute la région subsaharienne pourra trouver ici, puisqu'il n'y a pas d'autre école d'ESCA en Afrique, voilà, dans l'Afrique, pourquoi pas au Maroc, pourquoi pas en Algérie, pourquoi pas évidemment dans les pays frontaliers, mais toute l'Afrique pourra ici, en Tunisie, dans des bonnes conditions, se former. Et on sait très bien que les écoles de commerce, en général, quand elles sont bonnes, elles donnent du métier aux étudiants. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour la Tunisie, c'est une bonne nouvelle pour nous, la France aussi, parce que c'est la reconnaissance d'un diplôme de qualité, mais que ça permettra certainement de créer ce hub francophone auquel la Tunisie aspire. L'ESCA, c'est un exemple parmi d'autres d'un positionnement sur lequel la Tunisie doit travailler dans les années à venir, comme étant un grand hub de formation, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle pour toute la région Afrique. Pourquoi ? Parce que ici, c'est un pays qui est un pays ouvert, c'est un pays qui est une démocratie, c'est un pays qui est tolérant, c'est un pays qui accueille, et c'est un pays où on peut parler l'arabe, le français, l'anglais, donc c'est un pays ouvert sur le monde. Ce n'est pas le cas de tous les pays dans la région. Et pour les étudiants africains, c'est clairement un chemin vers l'Europe, sans être tout à fait l'Europe, mais en même temps une vraie ouverture. La Tunisie doit pouvoir viser 50 000 étudiants africains d'ici 5 à 10 ans. Et 50 000 Africains, ce n'est pas uniquement des revenus, parce que ce sont des écoles payantes pour la plupart, mais c'est aussi de l'influence. C'est que si on vient se former à Tunis, comme on vient se former à Paris, dès lors, on a de l'influence. Et donc, stratégiquement, géopolitiquement, culturellement, éducativement, c'est un pari que la Tunisie peut et doit mener. L'ESCA, c'est une grande école de management. Nous sommes en fait soudés quand nous sommes pour la première fois en Tunis. Une grande école de management vient à Tunis parce que, généralement, les grandes écoles vont au Maghreb. Mais nous, alhamdoulilah, nous avons ouvert la porte pour les grandes écoles. Et vous savez, leur rôle est grand, les grandes écoles. Ils ont un effet d'entraînement très grand pour relever le niveau de formation. C'est une école qui est quadruplement accrédité. Vous savez, nous avons beaucoup les écoles qui sont quadruplement accréditées dans le monde. Il y a à peu près 1% des écoles dans le monde qui sont quadruplement accréditées. Et comme vous dites, quadruplement accrédité, ça veut dire qu'il y a un niveau d'excellence, il y a un niveau de formation vraiment très, très élevé. Non seulement femme a un double diplôme, mais moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que beaucoup d'étudiants souhaitent sortir étudier en France ou à l'étranger. Aujourd'hui, c'est l'opportunité rêvée pour des étudiants qui viennent d'obtenir un baccalauréat, qui sont encore jeunes, et notamment pour les parents qui hésitent à envoyer leurs enfants à l'étranger. C'est l'occasion rêvée pour que ces étudiants restent en Tunisie, mais étudient dans une école française pour les trois premières années. Et ils auront ensuite la possibilité d'intégrer directement les autres campus de l'école, que ce soit en France, en Hongrie ou en Chine, à Shanghai. Donc moi, voilà ce que je leur dirais. Venez à l'ESCA Tunisie, étudiez dans une école française, tout en restant près de chez vous, près de vos parents, et dans un environnement. Le flouze. Et on reste dans un environnement, voilà, dans un environnement familial qu'on connaît. Et c'est en fait ce qui est le plus difficile, là, quand les étudiants sortent. Ce qui est le plus difficile, c'est pas les études, c'est d'arriver à s'accommoder avec l'environnement qui est totalement nouveau. مرحبا من جديد بكل مشاهدينا وبكل ما التحق بنا مع أهلا تونس. مواصلين معاكم في بثنا المباشر باش نحكيو توا شوية على مهرجان المدينة، والليلة هو اختتام مهرجان المدينة. بحضنا مدير المهرجان سي زبير الأسرم. مرحبا بك سي زبير. مرحبا نورتنا. اليوم يمكن باش نحكيو اكثر على المهرجان اللي يلقى صدى، فما برشا معناتها صدى طيب، فما حفلات اللي تبارك الله معناتها مصلي على النبي الناس حضروا، كان حضور كبير. قبل هذا ما ندخلوا في التفاصيل باش نمشيو الروبورتاج، باش نشوفوا روبورتاج مع سائق تاكسي مقيم بالخارج، ثم مواصلين مع سي زبير الأسرم.
كمال الجويني مرحبا بك أولا. مرحبا عايشك ومرحبا بكم في باريس ونورتونا ومرحبا بكم في شهر رمضان. وين موجودين حتى بالضبط الساعة؟ تو احنا موجودين في لونزيام في باريس مش بعيد على ريبوبليك وماشيين الفانسان. انت باعتبارك سائق تاكسي تو البقايا اللي في باريس اللي فيها شويه ريحه رمضان باعتبار وجود الجاليه العربيه والمسلمه وخاصه الجاليه التونسيه شنو بالضبط؟ كاتشيما بلفي وبرفيلي لافيليت بورت ايطالي شويه مي فريمون لي بارتو ماتنون. يعني الجاليه تحرص باش تزور الاماكن هذه باش تقضي قضيات باش يشوفوا بعضهم باش يسهروا غادي هكا ولا اكيد موجود كل شيء موجود لو ريستورون تونيزيان بارتو فريمون موجود كل شيء نحسبوا روحنا في تونس ما نقصنا حتى شيء في الليل نمشوا الى دي صالون دي تي بارتو تاع توانسه نتلموا معناتها جو باهي الواقع جو باهي 90% دي كليون دي موندي فوز ات دو كل بي تونسيا ماروك الجيري بيان سير توجور اول حاجه نقول لهم بكونيت جربا او نو جربا هي جزيره الاحلام وبالمناسبه نسلم على كل اهالينا في جربا ولايه مدنين بصفه عامه اون بليس انا خادم في التوريزم قبل في جربا بوندون 8 ans الحمد لله ديما نعطي نظره باهيه على تونس على جربا وان شاء الله القادم خير يعني تصرفاتك تبدا محسوبه يعني تحاول كون تعطي ايماج حلوه على على تونس اكيد خطره احنا وجه تونس تو تعرف اللي يعني عوده الجاليه التونسيه لارض الوطن في الصيف يمثل رافد اقتصادي كبير معناها التوانسه اللي برا والنجم نقولوا مطالبين بالعوده باش يساهموا في عاش الاقتصاد في ظل الظروف الصعيبه اللي تعيشها البلاد مخمم باش نروح السنه ولا الساعه اكيد ان شاء الله مروح الشهر الجاي اون بليس بمناسبه زواجي يا ان شاء الله مبروك اخويا عايشك عايشك انا بالنسبه لي انا فريمون كل عام نروح اون فوا بوندون ليتي في الصيف نمشي نشبعوا الاصحاب نعدو شهير شهير ونص غادي بيان سير نحوسوا في تونس بارتو من جربه لبنزرت معناتها ندوروا العجله بلغه اخرى ندوروا العجله وما عندنا حتى مزيه على تونس تونس ديما تبقى في القلب ان شاء الله كل عام وانت بخير وان شاء الله عيدك مبروك وان شاء الله ان شاء الله العرس يتعدى لك في اجواء احتفاليه خارقه للعاده وتروح مع عروسك ان شاء الله ان شاء الله عايشكم عيدكم مبروك وفي الاخير نحب نوجه تحية خونا ميمون التونسي وكل اهالينا في مدني كان لقاء مع سائق تاكسي مع وديعة برحومة مواصلين وسي زبير مرحبا بك مرة أخرى أهلا وسهلا ومواصلين من نواصل معك حان الآن موعد رفع أذان صلاة العصر ثم مواصلين مع أهل تونس الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مواصلين مع برنامج أهلا تونس. مرة أخرى رحب بسي زبير لصرم. سي زبير، دونك حكينا شوية على المهرجان المدينة ليلة الاختتام إن شاء الله. دونك ماذا بيا لو كان نعملوا هكا تقييم للعروض الكل. فما برشا عروض لقت صدى طيب ونجاح كبير، كما مثلا عرض الفنان الكبير زياد غرسة وبرشا عروض أخرى. ماذا بيا لو كان نقف عند بعض العروض الناجحة؟ العروض طبعا ديما ثم عروض تجلب تستقطب عدد كبير من المتفرجين، وعروض اقل شويه ويلزمنا نجيبوا عروض ما نعرفوهاش باش نجربوها نكتشفوها ويكتشفها الجمهور، فهمتني؟ اما بون، في اجمالا النجاح كان من نصيب لكل العروض من القيمة الفنية. القيمة الفنية احنا كان عندنا فضاء نستغلوه، فضاء مدرسة خير الدين، قصر خير الدين. بون، الفضاء هذايا للأسف ما عادش على ملكنا، خذوه ناس سكنوا فيه وكذا. معناها من وقتها ما جاوناش برشا عباد. الفضاءات السنة خذينا مدينة عندكم الثقافة. أكثر فضاءات مدينة الثقافة سنة. مدينة الثقافة عندنا ثلاثة عروض، عملنا 500 متفرج، 1000 متفرج و 1800 متفرج. معناتها فما الامكانيه باش نجلبوا اكثر عباد. فهمتني؟ وقت نوليو نجلبوا برشا عباد نجموا حتى ناخذوا عروض اكبر بتكاليف اكبر. معناها المهرجان يولي قادر على ان يستجلب يغطي ويستجلب عروض هامة. هذايا مش لحد الآن ماهوش متوفر. فهمتني؟ ماذا بينا كان الميزانية نتاع المهرجان. ميزانية المهرجان كانت 160 ألف دينار ولا 100 ألف دينار. حتى شيء. معناها نقص 100 ألف دينار ما تعمل شيء. يا أخي معناتها الفنانين اللي تجيبوهم تخلصوا لهم الإقامة وتخلصوا لهم ولا كيفاش؟ ب 100 ألف دينار. ب 100 ألف دينار السنة سفارة المغرب مشكورة، السيدة السفيرة مشكورة، هدت لنا زوز عروض من أحسن العروض، فرقة الرباط للموسيقى الأندلسية والقناوة، فرقة القناوة. هذو ما كلفوناش أموال، معناها هي تكلفت كل مصاريف. أما غير هذا يصعب علينا توا باش نجيبوا، ويقعد ديما معناتها تقعد ديما مع 100,000 دينار. حتى العروض اللي من الخارج، فوندو وطرب، فرقه طرب، معناها لقينا معاهم حل بصفتهم هما
اغلبهم يخدموا في باريس يخلصوا تذكره الطائره نتاعهم اللي هي ما تكلفش غاليه ياسر 200 اورو ولا حاجه هكا، منهم يشوفوا عائلاتهم ويسكنوا عند عائلاتهم ما يسكنوش في الاوتيل ويقوموا بالعرض، احنا نخلصوهم بالدينار التونسي باش نشجعوا شويه الاقتصاد التونسي، نزيدوش نسرقوا منه العملة الصعبة. وفما إمكانية استقطاب أكثر فرق للتوانسة المقيمين برا؟ علاش لا؟ إذا كان نلقاو فرق ما تكونش فيها عدد كبير من الفنانين وكذا، واحد نجموا نشوفوا الإمكانية، يكتبوا لنا مثلا نهج تريبونال تونس في المدينة تونس ولا الهاتف تاعنا. أي النجم على كل حال يتصلوا بكم وليبدا ما بتبيعه يحبوا يشاركوا في المهرجان، لانه المهرجان المدينه بالنسبه للفنانين معناتها مرحله هامه، يتعدى بمهرجان المدينه يثبت وجوده ويتعدى. بدينا مع لطفي بوشناق وبدينا مع زياد غرسه وبدينا مع كراولي، اسامي كبيره. وانت توا سي زبير عندك اكثر من 10 سنوات تقريبا في المهرجان. انا مؤسس. اي من المؤسسين اكيد. توا كي تقوم هكا بعمليه تقييميه للسنين هذه الكل مهرجان المدينه قبل وتوا، بين اللي تغير وبين شنو هو الحاجه اللي مازال تنقص مهرجان المدينه؟ لا تنقص، لا ما نقولوش تنقص، هذاك هو هذا السيكل نتاع الحياه. اي اما مهرجان المدينة كان مهرجان صغير وما يستقطبش برشا عباد، معناها كنا في دار الأسرم ودار سين وشنو هي البقعة الأخرى العاشورية. فهمتني؟ هذوما كان عنده ناس ولي 300-400 عبد على أقصى تقدير، فهمتني؟ بحيث من بعد توا كبر. تو يلزمنا فضاءات اكبر. وكي كبر فقدت حاجه والا بالعكس تطور؟ اي تطور وفقد. شنو اللي فقد؟ شنو اللي فقد؟ فقدك اللحمه اللي الناس تعرف بعضها وتشوف بعضها وهي بيدها ترجع كل ليله باريسك. انا تو من خلال الروبورتاج نشوفوا فنانه ساميه عثمان عرضت في نجمه الشمال، هي مقيمه بالخارج، باش نشوفوها في الروبورتاج ونواصلوا حديثنا. ان شاء الله. الحمد لله عملنا جو بالكدا، وانتوكا يعطيكم الصحه اللي جيتوا وسامحوني عاد فوالا سي تو. كان كهربا من الببليك نتاعك؟ لا باش نستنى فيه البرا، خرجت انا الاولى باش نستناهم، مانيش هربه منهم العكس. المواضيع اللي تناولتها البياس هي بيدها نتاع المهاجرين نتاع الهجره نتاع الغربه. اي بالضبط نفس الحكايه. اي شوما لو نذكروا فيها؟ نحكي على برشا حاجات، نحكي على رضايه الوالدين، نحكي على العيشه في فرنسا، نحكي على العنصريه، نحكي على برشا حاجات. اللي حاب يجي مرحبا بيه، عندنا مهرجان ضحك في اوت في جربه، ومادا بلي نعملوا حاجه كبيره كما يعملوا في المغرب كل عام لو فيستيفال دو مراكش، دونك اللي حاب يجي يحضر مرحبا بكم لو 29 اوت جربه. تو من عام لعام اكيد فما خطوات جديده في فرنسا قاعده تاخذ في بلاصتك بالكدا. الحمد لله نحمد ربي ونشكره الحمد لله. يعطيكم الصحة ان توكا وي والحمد لله بشوية بشوية جافونس بوتي تابتي والحمد لله اوني كونتون. هاو الجمهور مرحبا ميرسي بوكو يعطيكم الصحة. ميرسي ان شاء الله عجبكم العرض. ميرسي بسلامة. في العادة الممثل بعد ما يكمل العرض نتاعه ويمشي للكوليس، أنت حاولت؟ لا أنا ما نعملهاش، أنا نستنى في العباد. هكا علاش قلت لك سامحني خاطر مازال الجمهور يخرج وقلت لهم اللي باش نستناهم لبرا، سي نورمال نحب نشوف الناس خاطر الناس جت على خاطري وأنا سي نورمال باش نستقبلهم على سورتي. كيما وقت تحب تكون قريبه برشا من البيبليك نتاعك؟ بتبيعها كان مش منهم هم، راني ما نوصلش، كان العباد ما يخلصوش تذكرتهم وما يجوش يتفرجوا عليا راني ما نخدمش خدمتي. اجواء
شويه رمضان ما بين باريس وتونس، فما اختلاف كبير هكا ولا؟ هنا خير والله، هنا خير، جو بتونس وحده وبس الناس تخرج وفي الليل سهريات ولما وانتم تبطلوا الخدمه سيونس يونيك، احنا وان بليس هنا المغرب بكري 7:30 واحنا غاديك 10 وغير ربع، صعيب شويه اما جو تونس وحده. طيب بدينا في النص الثاني، كيفاش تعيد على الببليك نتاعك؟ نقول لهم ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وخاصه ما تنسوش العباد اللي ما عندهمش، لازم واحد يخمم في الناس اللي ما عندهمش ويبارتاج، سي سا لو بلوز امبورطون. احنا علاش نسيمو باش نحسوا بالجوع وباش نعرفوا اللي فما ناس فقراء اللي ما عندهمش، دونك لازمنا اون بارتاج افيك لي جون اللي ما عندهمش. فوالا. عجبتني خاطر اون بليس جي ميم فيكو ان تي بو كيل وجربيه اصلي، دونك برشا حاجات معناتها مسوني انا شخصيا. حكايات معناتها تجربه سبيسيالمون. صحة يعطيك صحة، كل شيء عيشتها اون فيت. جبتني السبيكتاكل وجي بوكو ايمي وال في ريغولي بوكو و سيتي بيان، جا كونيسي افون. وين شفتها، فرنسا ولا هنا؟ فرنسا. تعيش في فرنسا انت؟ لي كندا. في كندا، ما جيت تعدي في رمضان هنا؟ اي. شو هو الجو في رمضان؟ سافا سافا. رمضان هنا خير ولا في كندا خير؟ في تونس. وعدينا ان تري بون مومون ومحلي سبيكتاكل تبارك الله عليها وبون كونتينياسيون. تعيش في كندا؟ لا انا المانيا. المانيا الكل جايين تعدي. شو هو الجو في رمضان، ما خير هنا ولا في المانيا؟ لا والله تونس محلاها في رمضان باهيه وحسيل وهكاك باهي. اي عملتوا جو من. اي باش تعيدوا هنا ولا باش تروحوا للمانيا؟ عيدوا لهنا بقدس ربي. انا سبيشاليست نتاع لي سيلفي، عملوا روحكم فرحانين. هذه الفنانة التونسية المقيمة بالخارج سامية عثمان، كنت شوف فيها سي زبير وقلت لي إن شاء الله نجيبوها، يعني المهرجان المدينة ينجم يكون منفتح مشكل على معناتها الموسيقى، ينجم يكون أيضا على المسرح. طبعا طبعا، فما التوجه هذا؟ هي قالت لو 29 في جربة. اي فما فكرة كونه يتوسع المهرجان المسرح وكل. مسرح صعيب. اي مسرح سيلور. عنده مهرجان والمسرح والسينما، فهمتني؟ بقى كي تبدا هي فنانه وحدها. اي ممكن، علاش نجم تكون اي وكي يولي حتى الجمهور يتنوع اكثر ويعرفها. اي بيان سور، اي لازم يعرفوها. أي. هو التفتح حتى على الشباب معناتها لي جون اكثر، ويكون عندهم مكانتهم في مهرجان المدينه معناتها هو مفتوح للجميع. به نحكيو شويه على عرض الليله، الاختتام كيفاش باش يكون؟ الاختتام هو عرض شبابي جوستومون، عرض اللي محمد الجزيري. هو عرض روك، موسيقى روك ولكن بآلات موسيقيه تونسية. اي شرقية. فهمتني؟ بحيث فما تجديد. فما تجديد وان شاء الله يكتشفوه الشباب التونسي وان شاء الله يكون الحضور. يعني مهرجان المدينة مفتوح على كل انماط الموسيقية، ماهوش مقتصر على نمط واحد. عندنا عدة عروض. عدة عروض شبابية من تطاوين. من هذه مع محمد الجزيري.
عدة عروض. لأنه الفكرة السيدة كونه مهرجان المدينة مقتصر على النوعية معينة، لا على الصوفية، على الطرب، على إذا كان يكون مختصر يموت. أي هذا هو، لازم يكون فيه تجديد روح أخرى، لازم يكون فيه للشباب مكانته زادة فيه. أي وهذا اللي قاعدين تخدموا عليه، يكتشف ويثقف ويتمتع. أي في نفس الوقت نرجعوا شوية لعرض الفنان زياد غرسة، كانت فما شوية مشاكل تنظيمية برشا ناس جاي، وكيفاش كانت؟ على خاطر احنا ما نجموش نتبناو التنظيم. فرقة العمل لمدينة الثقافة هي اللي تتبنى الأمور هذه وتعرف المكان وتعرف كل شيء. احنا ما نعرفوش حتى شنو البيبان منين يدخلوا العباد ويخرجوا. فما بيبان يدخلوا منهم عباد احنا ما نعرفوهمش. لازم يكون فما تنسيق ما بينكم وبين فما تنسيق. هذا مقاش بصفة خاطر المرة الأولى، يمكن إن شاء الله في العروض اللي جاية إن شاء الله تتحسن أكثر. زيزو باش نحب أما على كل حال سامحني تفضل. بس عليك بعنا 1200 تذكرة لكلهم القاوب خياحهم، والدعوات كذلك نتاعنا ونتاع وزارة الثقافة، الناس هذوما كزاده لقاو مكان وين يقعدوا، ما رفزنا حتى حد. هذا الاهم معناتها، يعني الناس والناس زاده اللي دخلوا استمتعوا بالعرض، هذا هو وباهميه العرض ومعناتها هذاك الاهم. وان شاء الله معناتها في العروض اللي جايه يكون فما تنسيق اكثر، وديما على كل حال ما فماش عمل يكون كامل، لازم تكون فما بعض التفاصيل اللي لازم الخدمه عليها ان شاء الله. الدوره اللي جايه باش تكون انت ان شاء الله على كيفاش؟ اذا كان جدوا لي ثقه. اوكي. اما المهم الرغبه موجوده سي زبي ان شاء الله. العلاقه متينه مع المهرجان، احنا نخدموا بصفه جماعيه بكل صفه. في ما يخص البرمجه وفي ما يخص التنظيم وكل شيء. هذا هو. شكرا لك سي زبير، يعطيك الصحه على وجودك بحضنا، وان شاء الله نشوفك هكا ديما معناتها منور مهرجان المدينه. شكرا لك. هكا نقولوا شكرا لكل كذلك مشاهدينا على متابعتهم لينا. الشهيه طيبه للجميع. الى اللقاء.